بالحقيقة نحن كمسيحيين مدعوين لأن نكون الخميرة في العجين. المسيحيون اليوم يجب أن يكونوا منفتحين على الديانات، أبناء الديانات الأخرى الإسلامية واليهودية، خصوصا أنه نحن نعيش في مجتمع متعدد الثقافات والحضارات والديانات، ويجب أن نعبر عن هويتنا المسيحية وعن انتمائنا المسيحي بكل دقة، وأن نكون شهودا حقيقيين على قيامة الرب يسوع المسيح بين الأموات، خصوصا وأن المسيحيين هنا يشهدون على علامة القبر الفارغ في القدس، وعلى علامة التجسد الإلهي في بيت لحم، وعلى علامة البشارة في الناصرة. فنحن أبناء إرث مقدس نحمل إرثا عظيما يجب أن نحافظ عليه. أما فيما يخص الاحتفالات بعيد الأعياد في حيفا، فهو تعبر عن وحدة الشعب العربي بشقيه المسيحي والمسلم، وأيضا وحدة الشعب العربي مع الشعب اليهودي. ونعطي أهمية بأن حيفا هي عاصمة التعايش المسيحي الإسلامي اليهودي، ونستطيع من خلال هذا التعايش أن نعطي نظرة لكل العالم عن هذا التعايش. لا شك في أن هناك الكثير من الصعوبات التي تحيكنا نحن كمسيحيين اليوم. نحن نعيش في تعايش، ولكننا أقلية كثيرة ضمن العدد الكبير للشعب الإسلامي والشعب اليهودي، ولكننا اليوم مدعوون إلى أن نكون يدا واحدة نعبر عن إيماننا، عن هويتنا، عن تاريخنا، عن جغرافيتنا. وهذه الأمور فيها تحديات كثيرة لنا بأن نحافظ على هذه الهوية المسيحية. بصفتنا نعيش في مجتمع نعتبر نحن فيه كأقلية عددية في هذا المجتمع الكبير، فهناك الكثير من الصعوبات التي يجب علينا أن نحلها، وخصوصا موضوع الهجرة، هجرة شبابنا وشاباتنا المسيحيين من الأرض المقدسة. هذه الهجرة التي تهدد الكيان المسيحي إن كان في إسرائيل أو في فلسطين، وهذه الهجرة يجب أن نوقفها بكل شتى الدعم المعنوي والمادي والبنياني لشبابنا وشاباتنا اليوم. وهنا أود عبر هذه الشاشة أن أوجه كلمة إلى المجتمع الأوروبي بشكل خاص، التي تعتبر أوروبا هي القارة المسيحية، وأوروبا هي التي حافظت في كثير من المواقف على المسيحيين العرب الشرقيين أن يمدوا يد العين العون، لا لأن نهجر شبابنا وشاباتنا، بل أن نعطيهم أملا ونجلب لهم الحرية والحقوق والإمكانيات لأن يعيشوا بكرامة في هذا المجتمع. بمرور الذكرى السنوية لحريق الكرمل، أكيد نحن عبرنا عن تعايشنا، حتى ولو كان الذين قتلوا في هذا الحريق هم من الدروز ومن اليهود، إلا أننا كمسيحيين قمنا بواجبنا، حيث قمنا مع صاحب السيادة المطران إلياس شكور بزيارات ميدانية إلى جبل الكرمل أثناء الحريق، ثم بزيارات ميدانية إلى المستشفيات للاطلاع على أحوال جميع الناس الذين أصيبوا في هذه الكارثة. وعندما تقع كارثة في المجتمع فنحن جزء من هذه الكارثة، لأنها تطالنا وتطال كل إنسان، لأننا كمسيحيين ننظر إلى الإنسان كإنسان وليس كدين ولا كمذهب ولا كجنسية، ننظر إليه كإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله. نحن كجماعة مسيحية في هذه البلاد المقدسة لنا تاريخ ولنا جغرافيا ولنا جذور متأصلون في هذه البلاد. نحن لا نتخوف من أي شيء إلا من الهجرة، ولكن نحن في إسرائيل نعيش حرية دينية، نستطيع بأحد الشعنين أن نغلق شوارع حيفا، أن نخرج بمسيرات دينية مع الكشافة ومع الجميع، نستطيع في الجمعة العظيمة جناز المسيح أن نغلق أيضا شوارع حيفا، وفي سبت النور أيضا عندما نستقبل النور فنحن نستقبله وندور فيه في كل شوارع حيفا.
وهذا يعود بالفضل على السيد يونا ياهف رئيس بلدية حيفا الذي يكن كل الاحترام للجماعة المسيحية ويقدر الجماعة المسيحية ويريد من الجماعة المسيحية في حيفا وفي البلاد أن تلعب دورها، لأن لنا قيادات دينية، لنا قيادات روحية، لنا قيادات اجتماعية، ولنا قيادات لها مركز في المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي في الجليل وفي إسرائيل بشكل عام. المجتمع العربي المسيحي في إسرائيل وفي كل البلاد العربية في الشرق الأوسط يتبع للقومية العربية. نحن مسيحيون عرب وجدنا في هذه البلاد ونحن متأصلون فيها قبل ظهور الإسلام، يعني قبل 632 الفتح الإسلامي للدول العربية وللشرق، كان المسيحيون العرب يملكون أراضٍ، يملكون تنظيماً، عندهم سياسة، عندهم كنائس، ولأجل ذلك لا يحق لأي إنسان أن يقول للمسيحيين العرب بأنهم جاءوا مع الحملات الصليبية أو هم من أتباع الغرب أو من السياسات الغربية والأمريكية. نحن أبناء هذا الشعب، نحن جزء لا يتجزأ من الشعب العربي المسيحي. هناك أزمة هوية خصوصا في إسرائيل، لأننا كما تعلمون في سنة 1948 تم قيام هذه الدولة، ولكن الكثيرون من المسيحيين العرب كالمسلمين العرب أيضا تهجروا من بلدانهم، من بيوتهم، وهم لا يشعرون بأنهم ينتمون إلى المجتمع الإسرائيلي. هويتهم إسرائيلية نعم، ولكنهم يقولون عن أنفسهم بأنهم عرب مسيحيون. فنحن إذن نعيش في دولة إسرائيل، نحترم قانون دولة إسرائيل، نحترم قيام هذه الدولة، ولكن في الوقت نفسه نحن عرب مسيحيون ولا يجب أن يكون عندنا أي مشكلة في التعبير عن هويتنا، لأن لغتنا الأصلية ليست الإنجليزية ولا الإيطالية ولا أي لغة أخرى، لغتنا هي اللغة العربية، لغتنا الأم هي اللغة العربية، والحضارة خرجت من المسيحيين العرب، الحضارة والثقافة والعلم والطب والهندسة، كل هذه العلوم خرجت من المسيحيين العرب، ولا بد أن يكون لهم دور في هذه، في إبراز الهوية العربية. كلمة أخيرة أقولها، إذا فرغ المسيحيون الشرق من المسيحيين فهذا سيؤثر كثيرا على المجتمع ككل، العربي المسلم واليهودي، لأن المسيحيين هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.